أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في نشرة الثقافة الطبية والتي نستعرض فيها آخر المستجدات حول فيروس كورونا وأحدث تقارير لجنة كومباس الصادرة بخصوص آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، فكونوا معنا بعد الفاصل. في أحدث التقارير الصادرة بخصوص آخر أخبار فيروس كورونا وتداعياته الصحية والاقتصادية على بلدان العالم وسباق إنتاج اللقاحات المضادة له على الصعيد العالمي، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس على مستوى العالم قد تجاوز 114 مليون إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 2,500,000 حالة وفاة. وفي ظل السباق ضد النسخ المتحورة الجديدة لفيروس كورونا، لجنة خبراء أمريكية تعتبر أن فوائد لقاح جونسون أند جونسون تفوق مخاطر استخدامه، فقد أوصت لجنة خبراء في الولايات المتحدة الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون ذي الجرعة الواحدة والمضاد لكوفيد 19 للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً. ويعتبر رأي هذه اللجنة المكونة أساساً من علماء مستقلين استشارياً، لكنه يأتي ليدعم احتمال ترخيص هذا اللقاح من قبل السلطات الصحية الأمريكية. واعتبر خبراء اللجنة خلال عملية تصويت أن فوائد اللقاح تفوق مخاطر استخدامه، وقد أعطوا رأيهم هذا بعد مناقشات بثت مباشرة على الإنترنت وبعد دراسة تفصيلية لبيانات من التجارب السريرية. وبدأ بالفعل استخدام لقاح جونسون أند جونسون في جنوب إفريقيا، وهو يحقن بجرعة واحدة، كما أن له ميزة لوجستية أخرى، إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة الثلاجة، ما يسهل عملية توزيعه إلى حد كبير. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد تصويت اللجنة: رأينا جميعنا الأخبار حول لقاح جونسون أند جونسون، لقاح ثالث آمن وفعال. وأضاف بايدن: سنستخدم كل وسيلة ممكنة لتوسيع عملية تصنيع اللقاح وتحقيق تقدم أسرع في حملة التطعيم. بارقة أمل من منظمة الصحة العالمية في الطريق للقضاء على كورونا، حيث أفادت الدكتورة ماريا فان كيرخوف خبيرة الأوبئة ورئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد 19 في منظمة الصحة العالمية، بأن الانخفاض التنازلي في عدد حالات الإصابة والوفيات بسبب كوفيد 19 هي علامة تبعث على الأمل، ومن المحتمل أن يكون هناك مجموعة من العوامل التي تدفع وتقلل من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتتعلق بالتدابير الفردية المتخذة على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وبتوجيهات وتدابير من الحكومات. وقالت كيرخوف في مقطع فيديو بثته منظمة الصحة العالمية: إن السبب وراء الشعور بالأمل الذي يراودنا يرجع إلى توافر القدرة على تقليل انتشار العدوى ومحاصرة الفيروس من خلال التدابير المتبعة، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن الجميع سيشعرون ببعض الارتياح جراء الثقة في أنه من الممكن تقليل انتقال العدوى. إلا أن كيرخوف أعربت عن اعتقادها بأن هناك تحديات في المستقبل، من بينها أن المتغيرات الفيروسية والسلالات المتحورة والتطور الطبيعي للفيروس يشكل بعض عدم اليقين فيما يتعلق بما سيتسبب فيه الفيروس ومدى تحوره، وما إذا يمكن على المستوى العالمي اكتشاف هذه الطفرات بسرعة. وأضافت: بينما تحقق اللقاحات وحملات التطعيم نتائج مشجعة بشكل لا يصدق، فيما يعد إنجازاً رائعاً حقيقياً، إلا أن طرحها يستغرق بعض الوقت وسيستغرق وقتاً أطول للوصول إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى وللخطر في جميع البلدان. تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً أعدته بريطانيا يحض على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويدعو القرار، وهو الثاني في غضون عام الذي يتبناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن ووقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له. وفي واقعة نادرة ما تشهدها الأمم المتحدة، حظي القرار بإجماع ممثلي الدول 15 الأعضاء في مجلس الأمن. من جهة أخرى، يفرض القرار على كل الأطراف المنخرطة في نزاعات مسلحة
التقيد فورا بهدنة إنسانية دائمة من شأنها تسهيل تسليم اللقاحات وتوزيعها بطريقة منصفة وآمنة ومن دون معوقات في المناطق التي تشهد نزاعا مسلحا. ويدعو المجلس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المضي قدما وبانتظام في إجراء تقييم كامل للمعوقات التي تعترض الحصول على اللقاحات، كما يدعو الدول الأعضاء في المنظمة إلى اتخاذ تدابير لتجنب المضاربة والتخزين غير المشروع اللذين يمكن أن يعيقا الحصول على لقاحات آمنة وفعالة خصوصا في حالات النزاع المسلح. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام نشرة الثقافة الطبية، في أمان الله.